حديثنا مع حضراتكم عن السفرجل، وكثير جدا منا عندما يسمع السفرجل ربما لا يعرفه. هي ثمرة زي الكنتلوب كده أو زي الشمام الصغير، ودي بتبقى موجودة في الشام. وقد قال بعض الناس أنه نظرا لأهمية السفرجل في قوة الرجال الجسمية والبنيانية، فإن رب العزة لما جعل المسجد الأقصى وقال في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. قيل إن هذه البركة هي نزول الأنبياء في هذا المكان، وقيل أيضا بالإضافة إلى هذا البركة الموجودة في الزروع، وبما اختص الله هذه المناطق من نباتات معينة، وقيل من هذه النباتات السفرجل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم روى عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل السفرجل على الريق، يعني أول ما الإنسان يقوم من النوم روي هذا في الفردوس والجامع. وقال طلحة: أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرجلة، فقال: دونكما فإنها تجم الفؤاد. رواه ابن ماجه. وعن حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل السفرجل فإنه يجلو عن الفؤاد، وما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا وأطعمه من سفرجل الجنة فزيد من قوته قوة 40 رجلا. رواه ضعيف الجامع هذا الحديث، ومروي في الطب النبوي للإمام الذهبي. وكلمة أنه يجلو عن الفؤاد أو يجم الفؤاد يعني نبات مفرح، وهو النبات أنا قلت زي الشمام الصغير أو زي الكنتلوب، وله قشرة خارجية صلبة جدا، يعني قشرة قاسية، لكن طعمه يعني الحقيقة اللي يتذوقه له طعم الإنسان لو أخذ منه يريد دائما منه المزيد. لو أخذت مثلا ثمرة منه تبقى عايز الثانية، الإنسان لا يشبع منه أبدا لحلاوته العظيمة، الحلاوة التي لا يمكن أن توصف، لأنها مزيج بين الحلاوة ومزيج بين راحة البال، فهي تريح الأعصاب. ولذلك فعلا ثبت ان اللي بيأكل السفرجل حتى ولو كان من الناس اللي هم عندهم دايما شيء من ثورة الأعصاب وشيء من التهاب الأعصاب، عندما يأكل السفرجل يجد انه هناك راحة عصبية. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجلو الفؤاد. وقيل في الحديث السابق: دونكما فإنها تجم الفؤاد. وكلمة تجم يعني تداوي الفؤاد، والفؤاد هو منطقة الإحساس ومنطقة العاطفة. ولذلك رسول الله بيقول: تجم الفؤاد، يعني تريح الأعصاب وتريح المنطقة اللي موجودة في الدماغ المهيمنة على الإحساس المهيمنة على العاطفة. بالإضافة إلى أني السفرجل في مواد الحاجة دلوقتي بيقولوا ان هم مش عارفين يوصلوا لتركيبها، يعني بيفصلوها وبيتعرفوا عليها وبيدوها اسماء تانية، فوجدوا ان ثمرة السفرجل بتحتوي على حوالي 400 مادة فعالة، مع طبعا الاخذ في الاعتبار ان فاكهة الدنيا غير فاكهة الاخرة. فاكهة الاخرة لها خصوصياتها، لاني هتأخذ فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وانما يكفي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلنا على ما في هذه الثمرة من فوائد كبيرة، فوائد جمة لها تأثيرها في بناء الاجسام وبناء العضلات وبناء النفوس. ولذلك يقول: ما بعث الله نبيا من الانبياء الا واطعمه من سفرجل الجنة فزيد من قوته قوة 40 رجل. ولذلك ما تستغربوش ان سيدنا يوسف جرى امام امرأة العزيز، جري قدامها
لأنه لو زقها ولا عمل لها بإيده كده هيموتها. ولذلك ورد في حديث رواه أبو نعيم وقيل أنه ضعيف في سنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث: وما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا وأطعمه من سفرجل الجنة فزيد من قوته قوة 40 رجل، غير أن صاحبكم يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي قوة 70 رجل. ولذلك سيدنا علي يقول: كان إذا حمي الوطيس، يعني زادت المعركة وحمي الوطيس في المعركة، كنا نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أقرب ما يكون إلى الأعداء. وليس الصراع الذي تم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وركانة الفتوة بتاع الجاهلية، وكان معروف ان ركانة ده محدش بيأتي بكتفيه الى الارض، محدش قدر في الجاهلية يصرعه ابدا. وبتصف كتب السيرة ان ركانة ده كان طويلا، بدليل انه لما كان يركب الفرس كان يكش رجليه عشان رجليه ما تجيش في الارض، وكان ثقيل الجسم، يعني كان بيطرع بالخمسة ستة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو أي إنسان من منطق دعوته إلى أن ده بيحب إيه وده بيحب إيه، لأنه كان يرغب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد أن ده يعني يتباهى ويختال بقوته، فحب يدعوه إلى الإيمان. فكانت دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم من سبيل القوة أيضا. فقال له: ما رأيك إذا صرعتك يا ركانة؟ قال له: أنت تصرعني؟ فرسول الله قال: أرأيت إذ صرعتك؟ فقال له: إلي. فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسكه وحطه في الأرض، وكانت أول مرة يوضع كتفيه من رجل على الأرض. فقال له: لا، أنت أخذتني غرة، آتي الثانية. فإذا برسول الله يأتي به ثانية على الأرض. قال له: لا يمكن أن تكون هذه قوتك، دي مش ممكن تكون قوتك، آتي الثالثة. فجاءت الثالثة أسرع من الأولى والثانية، يعني بيبان قدام الناس إن العملية بقى عملية صراع بقى ولا لا. رسول الله قال له: ألا تؤمن؟ يعني أنا بخضك بمنطقك، بمنطق الفتوانة بتاعتك بخضك بيه، وبوريك إن أنا أقوى منك رغم أنني أقل منك جسما. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ألا تؤمن؟ قال له: لا، لسه في النفس شيء، اديني دلالة. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الشجرة فتأتيه على ساق بلا قدم، ويسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام ركانة: من أنا؟ فتقول: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يؤمن ركانة. موجب هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلنا على ما في السفرجل من عناصر تبني الأجسام وتبني العضلات وتبني النفوس. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في ضعيف الجامع: أطعموا حبالكم السفرجل فإنه يجم الفؤاد ويحسن الولد. ولذلك يعني فعلا أهل الشام أكثر جمالا من عداهم من المناطق المجاورة، لأنهم بيجمعون بين الجمال الغربي والجمال الشرقي، ولذلك يحسن الولد. ودي يمكن عادة موجودة في أهل الشام، إن دائما يطعموا حبالهم اللي هم الست الحامل، يطعموها من السفرجل. ولذلك اللي بيصل إلى هذه المناطق لابد أن يصيب هذا السفرجل، وموجود منه مربات كثيرة جدا. الحقيقة ايه اللي موجود في السفرجل عشان يعمل بقى القوة الكبيرة دي، وايه اللي يخليه يجم الفؤاد؟ كل دي تتطلب دراسات مستفيضة وبحوث كثيرة جدا حتى نستطيع ان نتكلم من وجهة النظر العلمية. بعض الناس قالوا ان هو بيحتوي على مواد هرمونية بتعمل انبعاث للطاقة وبتعمل عملية تجديد للخلايا، وقالوا بعض المواد اللي هم قدروا يتوصلوا إليها. بعض الناس قالوا إن هو بيخزن طاقة كبيرة جدا في الجسم،
بعض الناس قالوا ان هو بيوصلنا الى الاتزان الهرموني الامثل. الحقيقة كل ده يتطلب بحوث كبيرة جدا كما اشار اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. انما الشاهد ان اي انسان يأكل السفرجل تجد انه جسمه ابتدى يعني بمجرد ما يأكل حتى نص سفرجلة كده ويلاقيها ورغم طعمها الجميل يحس كده انه خلاص اكتفى لا يريد ان يأكل شيء، ويحس ان جسمه ابتدى يبقى فيه كمية من الطاقة وكمية من السخونة وكافي جدا انه يقضي كل نهاره. ولذلك اشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله الا اطعمه من سفرجل الجنة. هي بيدلنا على ان حتى سفرجل الدنيا مهم، لان سفرجل الاخرة طبعا يختلف شوية، لكن يدلنا على اهمية الامر. وفي هذا جوامع للكلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم.